محمد بن عمار مخرج شاب متحصل على جائزة أصغر مخرج عربي. ابدأ مشواره بالتمثيل بعد جبدو عالم ما وراء الكواليس وخاض التجربة اللي اليوم يحكي لنا عليها. تمام باش نقفزوا ما بالفستيفال السنة. بون ذي أكثر جملة يقولوا عرفنا بروحك ندخل بعضي شوية. بون محمد بن عمار ان جون تونسيا ان جون ريليزاتور ما نحبش نقول ان جون ديبيوتون بيسكو فوت لا سيزون تاع اللي انا معناتها ديبيوتون ان طونك ريليزاتور. محمد بن عمار كنت نقرا جورناليزم، كانت عندي تجربه في قناه واذاعه خاصه، بدايه حلوه بور لو مومون. كيف كيف مازلت برسك نفس الاستراتيجي نتاع الاعلام والسينما. ان جون كيف الناس كل يحب الطموحات ويحب يقدم برشا بالاعمال نتاعو. فوالا جو معناتها جيسبر كو محمد بن عمار تعرفوه في اعماله اكثر من اللي باش يقدم روحه قدام الكاميرا. هذا هو محمد بور لو مومون. باهي انا نحب نقول اللي كنت نقرا جورناليزم ماهيش البيت نتاعي باش نولي جورناليست. يعني كيف خدمت خدمت ان طونك انيماتور، خدمت ان طونك كرونيكور، خدمت في السبوت بليسيتير فوا اوف. دونك سي اون اكسبيريونس ادورابل محلاها برشا. اما اللي خلاني ندخل للدومين هذاك هما السينما والاعلام يكملوا بعضهم. دوكو الجورناليزم سي مون ميتي، السينما سي مون اكتيفيتي ابخي تو. فوالا بديت ست سنين بلوتو كنس كل تبدا ست سنين تقعد قدام المرايه تحب تمثل تحب تخرج كل احنا ديجا التوانسه الكل العباد الكل في العالم الكل نعيشوا معناتها دوبل فيس معناتها نعيشوا كل واحد دوبل رول. دونك في ست سنين خرجت بمحمد معناتها رول جديد اللي هو معناتها ان جون قرر يحب يقرا مسرح يحب يعمل سينما. بديت عمري ست سنين اون فان كونت لتوا مازلت معناتها في الدومين غراس ا مون بابا. دونك حب الميتيي شجعني غراس ا مون فامي سورتو معناتها ما فامي ديجا هي اللي عطتني البوس باش نوصل للدومين هذا. 6 سنين 11 سنه 17 سنه 20 سنه 27 سنه وباش نقعد في الدومين معناتها فوالا. 6 سنين بديت بفيلم صغير يعني مازلت ما نعرفش معناتها ديريكسيون معناتها سينما معناتها افلام. معناتها الفيلم هذاك اللي نثبت عليه انه كل معناتها صاروا معناتها تغطيه باش يتصور في تونس في فما معناتها فيلم سوري فما احداث فيه باش يتصوروا في مدينه تستور بيسكو انا وقت متواجد في تستور. دونك تصورت فيه كلكو سيكونس اللي خليتني نحب الدومين من اللي عمري 6 سنين. دونك كان فيلم اسمه وردة حلب. دونك فيلم ذكرنا زاد بزهرة حلب ذي وردة حلب. دونك فيلم تصور قبل الثورة وقبل المشاكل اللي صارت في سوريا كي كانت سوريا. دونك كذاش نتذكر خاطر عمري 6 سنين ننسى برشا معناتها لي مومون فور في في الديبيو هذيك. اما سينون معناتها جادور سيت اكسبيريونس في لونفونس نتاعي. والله ورا الكواليس مهم برشا خاطر كي تقف ورا الكاميرا اللي تشوفوا انت بعينيك ما يشوفوش الممثل بعينيه. اذا كل ممثل يعيا بالغي من الكونديسيون تاع التورناج السخانه العطش الجوع الريبيتيسيون معناتها كل دقيقه ولا دقيقتين يعاود معناتها لا ميم سيكونس. اما انا حبيت نكون ورا الكاميرا خاطر الفيزيون تاعي تكون احلى للمشاهد معناتها سبيكتاتور عنده دور كبير كي يشوف الممثل في كوان اخر في عين اخرى في تجربه اخرى. دونك معناتها جو بريفير ليكسبيريونس ان يكون ورا الكاميرا اشب برشا من قدام الكاميرا. فيما يخص الغاليزاسيون والتمثيل والله بعاد برشا على بعضهم. معناتها كلمة مخرج وكلمة ممثل تحس المخرج ديجا تحس قيمته أكبر من الممثل. يعني بديت التمثيل وحبيت الإخراج من اللي صغير بيسكو الإخراج كي كنا صغار تسمع إخراج يقول لك أمنيتي نطلع مخرج ما كناش نسخلوها اللي هي ماهيش ميتي اللي هي معناتها أكتيفيتي. دوكو من الأول حبيت نكون ممثل. أما كي كبرت شوية وعرفت معناتها الغاليزاسيون قلت فوالا محمد سي لو طون اللي باش تجرب فيه الغاليزاسيون علاش ليه معناتها تجربة حلوة أبار التمثيل. دونك فوالا حبيت الغيليزاسيون سي ميو كو لاكتور. بيان سور لقيت كود ما من عند العائلة يعني مون بيغ ما كانش كونتخ ما ميغ كيف كيف معناتها ما فامي ما كانوش كونتخ. العباد اللي نحبهم كانوا يشجعوني معناتها الفامي الكبيرة قبل الفامي المصغرة نتاعي في الدار.
ممثلين كانوا يشجعوا فيا غاس أدليل المفتاحي فتحين سلماني برشا برشا معناتها كان مش نذكرهم ما شاء الله معناتها ليست طويله وعريضه هذوما ملي انا نعرفهم ابار ملي في المسرح بروفتي اللي هي الله يرحمها مونيا الورتيني ومدام صباح بوزويتا الممثله دونك هذوما زوز اساتذه وعميقه معناتها من شهادة المرحومة مونيا الورتيني بروفتي دونك هي اللي عطتني الكود ما أكثر من مسرح محمد أنت عندك مشروع باش تكون في الغيليزاسيون معناتها ماكش في التمثيل أما معناتها هذا ما يحكمش أني أنا معناتها خايب في التمثيل لا أنا حبيت كما قلت لك الغيليزاسيون أكثر من التمثيل خاطر جو آخر الإخراج والكتيبة والديركسيون حاجة حلوة برشا فوالا إن شاء الله تو نشد قلم واحد اللي هو ديجا شادو عندي أربع سنين اللي هو الغيليزاسيون دونك 50% الاخرين اللي هو لي كونديسيون اللي باش تتحط فيهم كي تكبر معناتها كي تقول صغير نحلم باش نولي مخرج نحلم باش نولي ممثل اما دوكو باش تكبر باش تلقى تيغان محلول دونك لازمك تكون واعي وواقعي يعني في ال 20 سنه ماكش باش تقول والله انا مخرج توا سي بون وتعرفت لا معناتها ناخذ المخرجين اللي احنا نعرفهم في تونس ولا علينا ذيك الاسماء نتاعهم يوصلوا ل 50 و 60 سنه ويقول لك انا مازلت ما وليتش مخرج مالغري عنده 17 كور معناتها 17 كور 4 سيري 5 بوند انونس ويقول لك انا مازلت لحد الان ما وليتش معناتها ان غران ريليزاتور دوكو معناتها 50% لازم يكونوا مشجعينك و 50% معناتها ما يلزمهمش يكونوا مشجعينك لازمنا نعطيو احتياطاتنا للناس للناس اللي باش تعطيك النقد الباهي والناس باش تعطيك النقد الخايب دونك لازم العبد يكون حيادي هكا دونك اوبتيميست اول تجربه بحلوها بمرها مزيانه برشا ثلاث سنين التالي التجربه هذه تعلمت منها برشا زادتني برشا زادتني برشا معارف معناتها فيلم ما قعدش محمد باش يتعدى في تلفزة ولا باش يتعدى على اليوتيوب اون فان كونت معناتها نو سوم لو 10 اوت ولا نفوتو لو 10 اوت يقعد الفيلم ما تعداش في حتى قناه تلفزيه لا بلوتو تعدى في قناه تلفزيه اخرى معناتها بار تلفزه تي في اما الفيلم خذا الكادر انه باش يكون معناتها ان فيلم بروفيسيونيل معناتها نحاول نرجع به شويه اوبتيميست كانت الديفيزيون نتاعو لو 23 اكتوبر 2013 لافون بروميير نتاعو في سال دو سينما لو كوليزي من الكوليزي تنشر على قاعات السينما التونسيه الكل تعدى في ايام قرطاج السينمائيه 2014 كيف كيف عودت لو ميم بروجي تعدى عملناه كيف كيف ايام السينمائيه 2016 للمهرجان يعني ابار معناتها لي فيستيفال بار شارك في مهرجان الاقصى العربي المهرجان الهوات في مصر يعني هذاك اللي عطاني معناتها الكدمه ما لقيتش كدمه الاول بالفيلم في بلادي لقيته في مصر اما الحمد لله معناتها الباهي انا نقدمه بالفكره نتاعنا اللي عنده فكره لازم يكتبها وينجز طول معناتها ما لازموش يقعد يستنى في بروجيكتور ولا لازم يصور حاجه باللي مويان اللي عنده سينو ما لازموش يقف في البلاصه اللي هو فيها دوكو العبد لازم يقدم خطوه خطوه معناتها ستيب باي ستيب باش نوصل لوبجيكتيف اللي نحن نحبوا عليه فوالا هذا هو اوبتيميست بور لو مومون بيان سور فما دعم انا كي شاركت فيلم في مصر ما شاركتش فيلم غادي شاركت فيلم شطار تصور غادي وشطار تصور بين قمرت والمرسى يعني الفيلم جاتني في 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 مشاركه نتاع مسابقه يعني عملت الباك نتاعي لقيتها على الانترنت زاد معناتها بعث لي المخرج اخر تونسي معناتها قال لي شارك وكل قلت طيب بوكو با بطبيعتي قلت انا عندي الفكره نتاع اوبتيميست طيب خليني نجرب فهمت جوست شاركت ان طونك معناتها ان جون حاب نشوف معناتها غيليزاسيون هي سي اون معناتها كومبيتيسيون ياخذوا من العالم العربي واحد زوز زوز واحد زوز واحد زوز واحد كل شوا لي ايكيب معناتها بعد شوا لي فما بيعه باك لي كونديدا شكون باش يقعد الاول الاخر اون فان كونت شاركت ما خذيتش الباك اما خذيت جائزه اصغر مخرج في العالم العربي اون فان كونت ابار مصر عملناه زاده في 2017 معناتها كيف ما الوقايت هذايا معناتها حال الشتاء معناتها خذيت جائزة أصغر مخرج في العالم العربي الكل معناتها هذا اللي خلاني أنا نشجع والثقة نتاعي تقوى بفيلم أوبتيميست فيلم محكوم فيلم ولد عمار إن شاء الله اللي باش يتصور إن شاء الله على قريب وعندي زيادة فكرة أخرى نتاع فيلم آخر إن شاء الله بيانتو يقول مصر عطتنا الدعم هاو علاش هربت بيك شوية للسؤال مصر الدعم لجون خاطرنا احنا عندنا ما نقولوا في رواحنا تونس لا المخرج الكبير يعفسك ويتعدى علاش على خاطر مش من بيك احنا معناتها لي شين تيلي نتاعنا ولي راديو واقفه باللي جون احنا تلفزه تي في واقفه باللي جون
ليخ في بكباراتها، احنا نسمع، احنا الحوار، احنا خليني نسمي معناتها لي راديو لي ريزو سوسيو سوغ انترنت واقفين باللي جون، معناتها احنا لازم نعطيو الشانس للي جون اللي ديجا قاعدين يحضروا، المخرجين اللي قاعدين يصوروا في في القناه هذي في 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 معناتها ديجا في في وسط البرنامج هذي، لازم نعطيو حق للي جون معانا، معناتها هذايا نداء المهم لازم نكون مش لي انا الحمد لله تسمى لقيت خطوتي، لقيت المخشي ساهل. اما لي جون تاع اللي قاعدين طالعين لاج دو 14 17 18 19 10 معناتها ذوك لازمنا ما لازمناش نحقروهم، لازمنا نمنوا بالفكره نتاعهم، نمنوا بافلامهم باش نجموا نخدموا ببلادنا. ما نقولوش مصر عطاتني الشانس احسن من تونس، هي مصر عطاتني الشانس، اما تقعد تونس لازمها تكون زاده تعطي الشانس لولادها باش ولادها ما تمشيش للدول العربيه اخرى. فوالا بون تونس عطاتني هي فرصه صحيح وما كانتش خايبة. تونس عطاتني الديفيزيون تاع الفيلم تاعي في لي سال دو سينما، مصر عطاتني الكودما، تونس عطاتني برشا دي كونتاكت باش نعرف لي جون، باش نعرف المخرجين، باش نعرف كيفاش الشركات الانتاج يتعاملوا مع المخرجين الصغار. يعني تونس وقفت معايا برشا، والبيبليك التونسي جاي برشا، وهذا اللي فرحني النقد جاني برشا، والصحفيين وقفت برشا، دونك تونس ماهيش خايبة كي باش تقف مع لي جون تاعها. دونك تونس باهيه وعنا ثقه في في الشباب اللي طالع توا انه احنا باش نقف معاه ديجا نهار اخر. فوالا دونك تونس ان شاء الله تعطي زاد شانس للي جون ديبيوتون اللي جايين توا توا. في اي دوله وفي اي بلاد عنا سينما معناتها طول عنا مشاكل، معناتها لازمها تكون فما مشاكل. احنا انا روحي ابار ما نكون مخرج روحي ان جون باش ندخل نتفرج معناتها سبيكتاتور باش ندخل نتفرج في فيلم. نقول والله الفيلم هذاك ما حقوش ربح، فما فيلم اخر راهو ربح خير خاطر كاليتي خير خاطر الموضوع خير خاطر الفيلم السينوبسيس نتاعو احسن من الفيلم الاخر. احنا عندنا حاجات ما نشوفوهمش معناتها المخرجين الصغار والكبار، فما حاجات تحت الطاوله قاعده تخدم. يعني هاو علاش المخرجين الصغار ماهمش قاعدين يطلعوا؟ مانيش نحكي على روحي ديما نحكي على لي جون الاخرين اللي ما عندهمش الفرصه باش يجيو للتيلي، باش ما عندهمش الفرصه اللي باش يعملوا معناتها دي برودوي يوريهم في الفيستيفال في لي سال دو سينما. احنا اليوم نحكيو على فيلم ياخو تانيت في مثلا في جي سي سي في 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 برلين في معش في فما فما زاد فيستيفال في في نوفيل زيلاند اسمه في في سي. دونك احنا عندنا فيلم تونسي يربح غادي وما تحكيش عليه في تونس، علاش معناتها اسكو الفيلم هذاك اسو بوان اخر دوله معناتها تحكي على قيمه الفيلم وتونس ما تحكيش على قيمه الفيلم التونسي هذاك اللي ربح واللي ربح معناتها الفيلم هذاك طفل عمره 10 سنين مخرج سجل في ايام قرطاج السينمائيه ما تقبلش وربح به في 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 سي. دونك فيلم في 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 مهرجان كبير في اخر دوله في العالم نوفيل زيلاند. يعني احنا اليوم المشاكل اللي تخص السينما التونسيه يلزمها تتنحى، يلزمنا نحيوك ليزيتيكيت نتاع هذاك مخرج كبير مخرج متوسط هذاك مخرج معروف، يلزمنا جي سي سي تطلع بثلاثه مخرجين كبار وكلها صغار، خلينا نشوفوا لي برودوي، علاش كل عام ندخلوا نشوفوا معناتها لي ميم برودوي في تونس، نفس الافلام، نفس المواضيع، نفس الثوره، نفس المشاكل. انا احنا الناس قلقت معناتها عملنا وكنت باش نقاطع المهرجان على خاطر ما فماش حاجه زادت بينا القدام كي تشوف مصر كي تشوف معناتها بحكم اليوم هي ديجا معناتها اون بون نوفيل. اليوم كونتاكتيني مهرجان في الجزائر، مهرجان معناتها كبير برشا حضروا له من توا، كونتاكتيني هو في اكتوبر يعني من توا بداوا التحضير معناتها من توا يحضروا للمخرجين وينهم افلامكم احضروا سجلوا معناتها راكم باش تلقاو تابيروج قدامكم محلوله في بلادنا. احنا لا احنا ايام قرطاج السينمائيه ما نسمعوا عليها حتى شيء، تصير كونفيرونس دو بريس ما نسمعوا عليها حتى شيء، الافلام اللي تتحط ما نسمعوا عليها حتى شيء، دوكو تشوفوا افيش فيلم فلان فيلم فلان فيلم فلان فيلم فلان، كل مخرجين كبار تقزوا ثلاثه دي جون اما ما يعيشوش في تونس. معناتها لهنا نتيحوا في بيج، وينهم المهرجانات الصغار للمخرجين مبتدئين الصغار؟ نحب نشوفهم، نحب نشوف لي جون، نحب نشوف دي جون جدد قاعدين يخرجوا في دي برودوي جدد. يعني نجم نقول الوجيعه في الحكايه هذه مش من السينما، مش من المخرج، ومش من الممثلين، ومش من ستاف تكنيك، ومش من ستاف اللي ليه بالديريكسيون داكتور. هنا المشكل يخص وزاره الثقافه ويخص الصحافه والاعلام،
مش قاعدة في تعطي في برامج جديدة للي جون باش يوريو أصواتهم. والشيء إذا يخص شركة توزيع الأفلام في تونس، شركة توزيع الأفلام في تونس ماما كي جون يهزلها فيلم يبدأ دو كاليتي فول اتش دي مسجل معتها فيلم كامل فيلم معتها مصور ماك 3 5 دي، ماما تعطيه الشانس باش يتعدى الفيلم حتى مرة في الجمعة في سال دو سينما نتاعك. مالوغوزمون معناش إحاطة في عالم السينما في تونس لهين كان بالحكايه الفارغه، اما السينما هاني سيف كامل في مهرجانات الكل عاملين صاروا معناتها دي بروجيكسيون تاع دي فيلم تونيزيان. السنه ما لقيتش حتى فيلم في حتى برمجه تاع ليالي السيف تاع البرمجه تاع السيف. وينهم افلامنا؟ لي سال دو سينما تنشف ذبي قاعدين ياكلوا قدام في القلوب. انا مخرج تلقى ديبيتون يقول لك والله انا نحب نولي مخرج، والله انا عندي فيلم بديت فيه عمري 17 سنه ونحب نولي مخرج. انا ننصح هذاك نقول له يمشي يعمل فلاحه ولا حجامه ولا صحافه خير من اللي باش يعمل غيليزاسيون. انا نقول له من توا اي جون ديبيتون في تونس جامي خليك بعيد على السينما، على خاطر كان باش تدخل دومين سينما وانت معناتها صغير ما تبش تسجل منه وعندك شكون راك ماكش باش تطلع. لازمك تكون تكتك مليح، لازمك تكون تعرفش معناتها الثنية راهي مازالت طويلة قدام. أنا عندي 5 سنين في الدومين، خلينا نقولوا 4 سنين في الدومين بالمشاركة في المهرجانات وفي كل شيء. نقول باش يجي نهار باش يحطوا لي العصا في العجلة باش نتعثر. دوكو فما بالك مخرج صغير باش يحكي لمخرج صغير والله عندي فكرة نتاع فيلم، يخوك الفكرة هذيك يمصها شركة إنتاج باش يصبها وكا الطفل هذاك ما تسمع به. خاطر هنا ما عندناش حاجة تحمي معناتها لي بيتي بلوتو باردون معناتها لي بيتي معناتها لي جون غيليزاتور هما ديجا معناتها دي بتي نورمالمون احنا نكونوهم باش يوليو شجرة كبيرة نتاع إنتاج سينمائي. احنا لا، احنا ناخذوهم نستغلوهم ومن بعد نقولوا لهم فيلمين. يعني مالوغوزمون صحيح هو احنا عندنا فيلم الناس الكل دخلت تفرجت فيه، فيلم تونسي، وفما اللي قال 50% بي وفما 50% خايب، وفيلم ام تي فلاش اللي تصور في ظرف 4 و5 سنين. نحيي المخرج نتاعو اللي هي زينب تكره الثلج هو اسم الفيلم، هي كثر بن هنيه، نقول لها معناتها فيليسيتاسيون. الفيلم نجح في عده مهرجانات اخرى وصل حتى الكان. زادا زلنا نعطيو زادا الحق للفيلم اللي يعمل كومبلي والفيلم اللي يعملش كومبلي ونلقاو فيلم ربح. معناتها يعني ما نفهموش شنو الريزولتا الصحيحه نتاع الستاتيستيك نتاع لي فيلم في تونس. كي تشوفوا فيلم معناتها الجونس نتاعو طالعه وفيلم الجونس نتاعو طايحه وراو ربح، معناتها سي كوا لوبجيكتيف نتاعك في المهرجان؟ معناتها احنا مهرجاناتنا نعملوها باش نبرمجوا قبل ما تبدا الدوره، والله الفيلم هذاك راهو باش يربح على خاطره نتاع فلان ولا فلتان. والفيلم اللي يبدا البورسنتاج نتاعو اقوى من الفيلم اللي ديجا هما مبرمجينه باش يربح في الجي سي سي ولا في مهرجان اخر، نقول معناتها سي غاف. اما ان شاء الله الدوره هذه تنجم تنجح على خاطر دورة جديدة مع سي نجيب عايد، نوجه له تحية ديجا. معناتها نذكر روحي صغير مشيت للبيرو بحذاه، معناتها باغمي لي ميور برودكتور في تونس هو نجيب عايد، اللي وقت اللي مشيت بحذاه نبهني برشا. معناتها قال لي راه في الدومين في ذيوبة كذا كذا يرد بالك. اون فان كونت انا كبرنا شوية وفهمنا معناتها السينما، وان شاء الله دورته هو تكون انجح من دورة سي ابراهيم الطيف. ما عادش نذكر برشا الاسماء، وكي نزرق راني نزرق ديريكت مال العابد. معناتها يلزمنا نوجه الميساج للعابد مش انديريكتومون، بالعكس ديريكتومون باش نقفزوا ما بالفستيفال السنه. نتمنى تكون دوره المهرجان السنه ارقى من مهرجان عمني والاقتحاد والمشاكل اللي صارت. هذا اللي يخص المهرجان. اما اللي يخص المخرجين نتصور زيد ان شاء الله السنه يكون نظام به قائمه حلوه نتاع افلام نعطيو الحظ للي جون الصغار. ما يسالش نعملوا حاله استثنائيه، ناخذوا 14 ولا 15 كور بروفيسيونيل، ناخذوا دو كور ماهوش بروفيسيونيل نحطوهم في اي صاله صغيره. نحسوا كان الجون صغير كي يجي يعمل فيلم ياخذ شخصين يقول انا المخرج، هذيك تعطي بيه امل باش يكون ان غران ريليزاتور. يعني كي انت يسجل الفيلم نتاعو ديجا راهي معناتها تسجيل قبل الافلام في مهرجان ايام القرصنه السينمائيه، اون ديغي راهو باك تبعث وتقعد تستنى بعد يجيك ريفوزي. دوكو يلزمك تكون كي تاخذ الفيلم يقول لك اي مبروك راه الفيلم معناتها فيليستاسيون راه الفيلم ولا باغمي لي فيلم نتاعنا بارتيسيبي، هذيك ديجا كود ما لك جون هذيك باش عام جاي يعمل خير. لازمنا نعطيو شويه حظ للي جون نتاعنا. فوالا معناتها هذا هو الميساج نتاعي. وما تعملوش السينما
خدمه قاره. انا من توا انا معناتها اون طون كو محمد بن عمار معناتها ان جون معناتها ديبيوتون قولوا لي العائله شد في قلم واحد. انا في الحقيقه معناتها سونتي نخدم في حاجه معناتها بعيده جمله على السينما في دومين سونتي معناتها غراس ا مون كوزان نوفل هو اللي خلاني نوصل معناتها دومين سونتي دخلني دومين ميديكال دخلني للكلينيكيت اش معناتها باش تولي عبد كامل اللي عندك اكتيفيتي سينما. انا عامل اكتيفيتي سينما مش قاري مش عامل منها راس مال معناتها يقولوا لي تخدم نقول لهم مخرج معناتها سا سفي با ما تركبش يقولوا لي تخدم نقول لهم مثلا ما نحبش نسمي نخدم في كلينيك ونخدم او ميم طون مخرج محلاها تكمل بعضها معناتها الريليزاسيون راه مش باش تاخذ عليها فلوس ولا باش تعمل فيلم راه تصب لك ميزات نتاعها باش تعمل فيلم تخلص عليه ديجا وتخلص ليك التكنيك بعد عام وعامين ونص وشوف هذا كما كملتش تاع العام تاعك في المحاكم خاطر ما خلصتش الممثلين ستاف تكنيك. يعني السينما يخليوها لي جون الكل ومعناتها نشوف برشا ممثلين ومخرجين عاملينها ماهيش رسميه عاملينها سي جوست سي اون اكتيفيتي معناتها با بلوس كو سا كي تعملها رسم تعملها رسميه الوقت ابدا ما عادش في اي بلاد في العالم وقت تولي تصب في الفلوس وكل عام في كان وعندك معناتها ليست نتاع البروجيكتور صف. انا وقت نحيي اي مخرج باش يوصل للاستاد هذيك اما سينو لازمنا نقفوا مع بعضنا نعطيو حق للناس اللي هما معناتها ديجا معناتها مبتدئين نعطيو حق للمنتجين خاطر مخرج باش يكمل كان بمنتج كان مخرج باش يصور بفيلم بتليفون ولا باش يصور باردون ب 5 دي ولا 3 دي سا سفي با معناتها يقعد جوست حد على اليوتيوب وبوندرانس فيسبوك. احنا عندنا الافلام تاعنا كي تقول فيلم ديجا باش تدخل تفرج في فيلم تدخل ديريكتومون سال سينما لابيسي كوليزي الغيو ابن خلدون ابن رشيق معناتها نعرف اللي انا داخل سادو سينما فوالا معناتها هذا هو الفيلم فوالا دونك سينوبسيس نتاع الفيلم اوبتيميست فيلم يحكي على ان جون سابيل علي. علي هذايا ممل برشا بالاكتيفيتي نتاعو اللي هي السبور والبانتور وكل. ان جون خرج من بيئه ريفيه جاي لقى روحو في تونس دوكو كي بدا يحب يوصل الميساج نتاعو هو معناتها اونتر بارونتيز عنده الكونسير كل يوم تيح له شعر يداوي تاعب قاعد يوصل في المساج نتاعو بال معناتها بالستيلو والورقه بالايماج نتاعو دوكو البيرسوناج هذاك اون ديغي يعيش معناتها اس دي اف كي لقى روحه في فتره معناتها سي بون ما عادش ينجم بك المرض يوصل المساج نتاعو بال معناتها ليزيماج اللي هو ديجا يوصل فيهم خاطر فيهم هكا ليزيماج هذوك دي ميساج. احنا نقولوا لهنا الممثل بيدو معناتها علي كي وصل المساج هذاك وصلوا انه معناتها المرض ما يكونش عائق في حياه الانسان لازم المرض يكون يصنع من الضعف قوه معناتها مثل بالكونسير بالسيدا عافينا عافاك من الناس الكل دونك نقول اللي لازم تكون المرض ما يقواش على العبد بيدو معناتها احنا قريب نمرضوا نقولوا سي بون باش نموتوا دونك لازمنا نعطيو امل في الحياه بك المرض هذاك ما نحسبوش لازمنا نقدموا نساو اللي احنا مرضى دونك عمل فيستيفال في البحر حط لي تابلو نتاعو تعرفت كتبت عليه معناتها لي جورنو كي عمل فيستيفال دخل باش يعوم يعاود يرجع باش يشوف معناتها لي جورناليست الكل يحكيو على الفيلم غرق في البحر وما شافش هكا الفرحه اللي يحب يولي معناتها بانتر معروف وفهمت الكل دونك المرض هذاك صنع منه انا اختيست يعني فيلم كل يحكي على الامل على الحياه دونك سي بور سولا سميتو اوبتيميست يعني اوبتيميست كي نقول معناتها اوبتيميست نقولوا برشا تفائل معناتها كي تقال بالعربي مش كيف ما فرونسي الشارج نتاعها يوصل اكثر بالمساج يعني انا كيف وصلت المساج بك البيرسوناج علي وشنو معناتها لي كونديسيون اللي صاروا في التورناج بيان سور متعبين شويه نصوروا الاربعه نتاع الصباح ندخلوا الماء بارد بطلنا نصوروا السبعه تلقى ممثل ماهوش حاضر تلقى ليكيب تكنيك هاو ماتريال طاح شويه معناتها الشارج معناتها فما معناتها لي كونديسيون مش يكونوا كلهم واو فما مواقف باهية معناتها ممثل ما عرفش يعوم دونك تحسوا بشغرق سي بون لازمنا نهبطوا معاه لازمنا نعاونوه فما كان ريبيتيسيون تاع معناتها لي سيكونس سي با فاسيل طول باش ندخل في الموضوع هكا نتاع صورنا فيلم هيا روحوا معناتها لا معناتها سي سور فما ريبيتيسيون فما ضحك فما امبيونس تاع التورناج حلوه فما كونفور تاع التورناج حلو
هذه معناتها ستون اوكازيون باش نحيي ليكيب تكنيك وستاف تكنيك اللي جاني من مصر بالحق متخيل تحفون. من بعد صارت لي مشكله بعد جوست في البروجيكسيون، اما سينو تعاد كل شيء امبيكابل. ليكيب تكنيك من تونس عندنا شباب يمن برشا باللي جون. لو سول بروديكتور نتاعي كان نجيب بن عمار، هو بابا معناتها اللي دعم لي الفيلم برشا فلوس، قال لي يعطيك الصحه بالحق، معناتها عطاني بودجي كبير وقال لي يا محمد عندك فيلم شد تصور فيلم نتاعك، معناتها ما كانش عائق، عاوني برشا، عرفني برشا دي كونتاكت، معناتها غراس ا مون بابا اللي وصلني للدومين هذايا. ان شاء الله عندي فيلم جديد باش يكون موجود، هو فيلم لو فيس دو عمار، عندي سوربريز حلوه برشا ما نحبش نحرقها، اللي هما ممثلين تري بروفيسيونيل باش يكونوا في الفيلم. لو سوجي باش يكون ان بو ديفيرون، معناتها باغمي لو ميور فيلم في تونس نحكيو على الافلام اخرى على الثوره، احنا اللي باش نحكيو على فيلم تري اوريجينال. دونك فوالا نقول لكم ميرسي بوكو غراس ا تلفزيون تي في، ميرسي بوكو بور فوتر انفيتاسيون، ميرسي.